من خلال حفظ الأمن في محيط المؤسسة التربوية وحماية الأطفال والتلاميذ والمعلمين والأساتذة وكل أسرة تربوية من العنف، من المخدرات، من كل ما يمكن المحيط المدرسي. النقل أعد أسطوله، لذلك تكنولوجيا الاتصالات تريد وذاهبة في مد هذه المدارس بالألياف البصرية عالية الجودة. وزارة الطاقة أيضا ستضع على كل هذه الأسطح يعني لافتات وديبانو سولير حتى ينقصوا من الكلفة. وزارة الصحة أيضا ستواصل عملها من أجل متابعة الطب المدرسي. وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا في رقم لافت هذه السنة أكثر من 500,000 لأول مرة ربما في تونس، أيضا أكثر من 500,000 تلميذ سيتحصل على مساعدة بين 100 و 150 دينار، وهذا مهم. هذا يؤكد بأننا ملتحمين بأبناء شعبنا، نعيش أيامهم، نعيش صعوباتهم أيضا، وهناك إحساس بالفعل بما تعانيه العائلات من الوضع الاجتماعي والمقدرة الشرعية، ولكن هناك تصميم على الخروج من هذا الوضع إن شاء الله نحو الأفضل. زيارتكم سيد الوزير اليوم قد رئيس الحكومة للمدرسة الابتدائية ما هو إلا إصرار وتمسككم على المدرسة العمومية، لأنه عديد الكفاءات وأيضا الناشئين في المناظرات نلقاهم هم خريجي المدارس العمومية. لا بديل عن المؤسسة العمومية، والمؤسسة العمومية هي الضامنة لتدارس أبناء شعبنا. ثم حتى مؤسسة أخرى تنجم تقري زوز منين 300,000 تلميذ. فبالتالي السيد الرئيس يؤكد على أهمية المؤسسة العمومية وذاهبون إلى تحسينها. منذ ما رأيتم هناك أشغال متواصلة بالمليارات في كل المدارس. واخترنا حي التضامن، وأريد أن أوجه تحية إلى أهالي وشعبنا في حي التضامن. السيد رئيس الحكومة أصر أيضا أن يكون في حي التضامن، اختار هذه المنطقة التي تعج بالمناضلين والمناضلات. الناس مسكنين في حي التضامن هذم أبائهم قاوموا الاستعمار، هاي الطبقات اللي يشوفوها في هذه الأماكن في حي التضامن دوار هيش لسيد حسين قاوموا الاستعمار وقدموا شهداء ليعلم الجميع، وبالتالي فإنهم غير قادرين ومش ممكن يسلموا في بلادهم وما نجموا كان يخدموا لتطوير تونس التي يقودها بالفعل رجل مخلص وفي لهذا الوطن. سيد الوزير، سيد الوزير مباشر مباشر يهديك. سيد الوزير، هذه العودة المدرسية اليوم جاءت بعد نهاية صعبة السنة الفارطة ونهاية مضطربة. اليوم كيفاش عملتوا لتجاوز وتلافي كل تلك الإشكاليات تاع السنة الماضية، أم تم ترحيلها أيضا لهذه السنة؟ لا 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 حول، معناها لا بديل إلا على يعني المناخ الاجتماعي الجيد. ونحن نواصل الحوار مع كل الممثلي يعني الطرف الاجتماعي، 9 نقابات وزارة التربية لكن لهم التقدير والاحترام. والحوار الاجتماعي ليس خيارا بالنسبة إلينا، هو ضرورة لابد أن نفهمها من أجل حلحلة يعني واقعنا وتحسينه. وهذه السنة ستكون سنة ناجحة بعيدا على كل أشكال اللي تمارست السنة الماضية، وهو كابوس بالفعل مر به شعبنا. مش معقول يبقوا تلامذتنا السنة الفارطة في ماي 2,300,000 تلميذ ما نعرفوش مصيرهم، كيفاش مش يكون نجاحهم، كيفاش مش يكون امتحاناتهم الوطنية. ولكن الخيرين في قطاعات التربية والتعليم، ليكون في علمك أكثر من 90% من أبناء التربية والتعليم مع العمل الجدي، مع العمل المتواصل، مع حماية والاهتمام بأبنائنا. وهذا ظهر من خلال السنة الفارطة عندما هب المعلمون والمعلمات وأبناء هذه المدرسة تلقائيا وليس خوفا، حتى أؤكد ذلك، حتى ما يخلوش ولادهم صغيراتهم اللي كنا نشوفوا فيهم يروحوا بلاش كرنيات في مثل هذه المناطق وفي كل مناطق تونس. هذا حس وطني حقيقي شفناه عند المعلمين والمعلمات، والتحقوا بهم زملائهم فيما بعد. ولذا نحن بالعكس في نفس الوقت اللي نحن نحيوهم ونعرفوا المجهودات اللي يقوموا بها، نحن كذلك لازمنا نعرفوا ان لابد من تحسين الوضع المادي والمهني للمعلمين والمعلمات وكل اعضاء الاسره التربويه. ولكن الناس لازم تعرف ايضا ان هذا الوطن يمر بفترة صعبة نتيجة 10 سنوات عجاف وديون تونس التي تضاعفت 6 مرات في هذه 10 سنوات. نحن بصدد ترميم هذا الوضع. السيد رئيس الجمهورية يعمل ليلا نهارا من أجل هذا ومن أجل استرجاع الأموال المنهوبة ومن أجل الحرص على عدم التفريط في مليم واحد مثل ما يقول هو ذلك.
فلابد من الالتفاف والتعاون والتضامن، ونحن في حالة تضامن للتضامن الوطني، ونحن في مدرسة الأمل لنقول بأن هناك أمل أمام هذا الشعب. هذا الشعب ذاهب إلى وضع جديد، وضع مستقر أفضل بكثير مما كان عليه في السابق. ما هو مصير المديرين الذين تم إعفاؤهم مؤخرا؟ مصيرهم يعودون إلى قاعة الدرس، ويتم تعويضهم بمديرين. وقع تعويضهم وانتهى. طبعا كل من يعني أخطأ وأدار ظهره لفلذات أكباده فإنه لا يمكن أن يدير مدرسة. هذه المدرسة يديرها إنسان عاقل، إنسان مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الظروف وتحت القصف وفي ظروف الصعبة وفي الفيضانات وفي الحر وفي البرد، لا يمكن أحد أن يترك تلميذه يعود إلى منزله يعني مكسور الخاطر. وبالتالي نحن اتخذنا القرار الوطني الشجاع طبعا الذي يمكن ويسمح بأن يحس كل تلميذ وكل عائلة بأنها ثم دولة قوية تدير الشأن العام. لسنا مرتبكين أمام كل مشكل، ولكن أيضا نستمع، ولسنا يعني دولة يعني متجبرة، بل بالعكس دولة عادلة تعمل كل ما في وسعها من أجل توفير كل الإمكانيات، ولكن القانون يطبق وهذا المهم حتى يحس كل مواطن بالراحة والاستقرار إن شاء الله.